وفي حاجة تانية غايبة عن الناس الحقيقة يجب أن ننتبه إليها، وهي أن الإنسان وهو على قيد الحياة وعندما يمتلك أي شيء سواء بالميراث أو بغيره من أسباب التكاسب المختلفة في الحياة الدنيا، إنما هو مستخلف من الله سبحانه وتعالى على هذا المال. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إذن فالأمر كله خلافة، إني جاعل في الأرض خليفة. إذن فالإنسان في حد ذاته في هذه الدنيا مجرد خليفة عن الله سبحانه وتعالى. طيب، لما الميت بيموت والحق تبارك وتعالى يعني يشرع لنا الميراث فيرثه بعض أقاربه، إنما يرثونه في بعض من أملاك وأموال الله سبحانه وتعالى على سبيل الحقيقة. لماذا؟ لأن المورث في حقيقة الأمر ما كان يمتلك شيئا، وإنما كان مستخلفا من الله سبحانه المالك وتعالى. على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى طبعا، والمورث على طبعا الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. ولكن أراد الحق تبارك وتعالى أن ينتقل هذا المال الذي كان في يد فلان إلى فلان وفلان 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 بكيفية يعلمها هو سبحانه وتعالى. إذن فماله انتقل من عبده فلان إلى عبده فلان بإرادته ومشيئته بكيفية هو الذي نظمها. وعلى هذا فإذا ما اغتصب أحد الورث حق أخيه إنما يعاند الله سبحانه وتعالى في أمره ويقضي في ملك الله بغير مراد الله. وعلى هذا فالذي يتأمل الأمر على حقيقته فأنت لا تغتصب مال أخيك الوارث، وإنما تتعدى على الله سبحانه وتعالى في إرادته ومشيئته. وعلى هذا فمن الأفضل والأحسن لمن يتأمل المسألة أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يرد الحق لأصحابه ويعمل بمراد الله في ملك الله، لأنه لو لم يفعل ذلك لأخذ الحق تبارك وتعالى منه حقه في الدنيا وفي الآخرة. حينما نوقن بقلوبنا أننا مستخلفون في هذه الأرض، أن يعني حينما سئل رجل عن هذه الإبل، لمن هذه الإبل؟ وببساطة البادية التي يعيش فيها، قال هي لله عندي، صحيح، يعني ماليش أنا فيها، فعلا ليس لنا من الأمر في هذه الحياة شيء، كل حاجة ملك ربنا سبحانه وتعالى، صحيح، ونحن مستخلفون في ذلك.